ثم في المساء اللي اجتمعت مع الطلبة المنظمين، لأن بتنا احنا في مدينة الرشيدية، جلست معاه فالتقيت بالطالب، قال لي أستاذ أنا كنت في الباب من اللجنة المنظمة، وفي الأول من بغينا نحبسهم قلنا لهم راه الناس اللي على برا ما لقاوش فين يدخلوا لأن المدرج كان مملوء عن آخره. فقال لي ودي راه ملي منعناهم قلنا لهم لا ما عندكمش فين تدخلوا، راه الناس اللي باغي المحاضرة ما لقاوش فين يزيدوا، عاد باش نتوما اللي باغيين تشوشوا عليها. قال لك جبد يعني السيف سكين كبيرة يعني جنوية كيقولوا حنايا بالدارجة، قال لي وحطها لي على رقبتي وقال لي هي إما غادي تخليني ندوز ولا غادي نضربك. الشاب يعني راه تبارك الله من الناس الرشيدية معروفين معروفين بالشجاعة ديالهم. فقال لي ودي راه ما عندكش القدرة أنك تضرب، ما تقدر تضرب لا تجي حاجة. لكن هو الشاب تصرف بحكمة، قال لي ودي لا حبس هذه المسألة هذه، راه ما غاديرهاش بهذه الطريقة هذه، إلا بغيتوا تدخلوا راه نخليكم تدخلوا كي راه ماشي بهذه الطريقة. فتصرفوا بهذه القضية ديال أنه جبد السيف وكذا هي التي أصابت الشباب بالهلع في هذيك الوهلة الأولى. قال لي راه باش الناس تخلعوا إلى آخره، فهذا الذي وقع. كيبقى طبعا تساؤلات تطرح، هذه المسألة هذه واش غادا تدوز هكذاك حيت لا دازت هكذاك، هذا أمر خطير جدا ابتداء على الجامعة المغربية، ثم على قضية الأمن التي ندندن حولها النار ومطال. ثم يعني هناك على المستوى الإعلامي يعني متعلق بالإعلام الرسمي، هذا نشاط طال يعني ديال طلابي جامعي ثقافي، الأصل فيها أنه يغطى، فما لم تتم تغطيته مثلا على الأقل إعلامي من طرف المنابر الرسمية لا أقل من أن يعني يغطى من طرف الإعلام الرسمي وترفع أصوات رسمية تطالب بوقف هذا التسيب. يعني نقول يعني لو كانت الندوة لها خلفية أخرى، خلفية مثلا يسارية ولا خلفية قاعدية ولا كذا، ثم دخل أحد من خلفية مخالفة ودخلوا قال لهم ودي بنظرة تهديدية وقال لما بقيت هنا يرى أنتم لا تلومون إلى أنفسكم، واش الأمور كنا سنتعامل معها على مستوى الإعلام الرسمي بنفس الطريقة أو لا؟ كاين حيط قصير وكاين حيط طويل.